بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن الخميس ليلة الجمعة لست خلون من شهر جمادة الأولى لسنة 38 و400 ألف، الموافق لثلاث خلون من شهر فبراير لعام 17 و2000. وهناك رياح غربية عكسية تهب على مدينة جدة أو جد أو جدة بالمملكة العربية السعودية حرسها الله وبلاد المسلمين. ومن نافلة القول أن نتكلم عن الآداب عند اشتداد الريح. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ثانيا، روى الإمام أبو داود في سننه وابن ماجة بإسناد حسن ومن حديث أبي هريرة، وأيضا رواه الإمام أحمد في المسند وصححه العلامة الألباني، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الريح من روح الله تعالى، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. ومعنى من روح الله بفتح الراء المهملة وسكون الواو، قال العلماء: معناه من رحمة الله بعباده كما بين الإمام النووي في كتابه المجموع. ثالثا، روى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ولا ينبغي لأحد أن يسب الرياح، فإنها خلق لله تعالى مطيع وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء. رابعا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. خامسا، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم أو كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت أو عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقال: وهذا عارض ممطرنا. معنى مستجمعا ضحكا أي مبالغا في الضحك. معنى لهواته جمع لها، وهي اللحمة المعلقة في الحنك الأعلى داخل الفم. روى الإمام البخاري في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه. فعرفته عائشة ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. الآية. مخيلة يعني سحابة، يخال ويظن فيها المطر، سرية أي كشف عنه ما ألم به من الخوف وآثاره. فعرفته أي أخبرته ما تراه من حاله وسألته عن ذلك. ويتضح من هذين الحديثين أن الخوف كان يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الغيم أو اشتداد الريح، فإذا نزل المطر من السماء فرح عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخشى من أن يكون الريح أو الغيم عذابا على أمته، كما عذب قوم عاد بالريح، وكان خوفه صلى الله عليه وسلم شفقة على أمته.
وصفه الله تعالى بذلك، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سادسا، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح يقول: اللهم لقحا لا عقيما. رواه ابن حبان بسند حسن، ورواه ابن السني بسند صحيح، وصححه الألباني. ومعنى لقحا أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل، والعقيم التي لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد فيها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكره مما يكون من آداب الدعاء عند اشتداد الريح. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.